أنا فاطمة العمارية من عين ماضي، وزيدة في عين ماضي في الزاوية التجانية، وموبي زايدين هنا في الزاوية التجانية، وتابعين للطريقة التجانية. وملي خلقت وزدت أنا هنايا لقيت والديا تابعين للطريقة التجانية، أنا ثاني تبعتهم في الطريقة التجانية. أنا ما زلت عايشة في قرية صغيرة. إحنا الرجال عندنا في الصحراء، وخاصة في البلاد الصغار هذو القريات، المرأة يحجبوها، محجوبة المرأة تخرج قبل المناسبات، كيما حمام، كيما عرس فاميليا. النساء تاع الزاوية التجانية ما يخرجوش في عام ماضي، يخرجوا قبل بعضهم، وكيما رجالتهم تاني ما كانش في عام ماضي، غايبين. تلقاهم يخدموا البر في الصحراء، في حصير مال، في حاسي مسعود، في عينو ميناس. كاين اللي يجي بعد 15 يوم، بعد 40 يوم. هذه حياة في عين ماضي. كل شيء.
يا ربي نتوسل لك بجاه الاعمال الصالحه اللي خدموها رجالنا الصالحين، تنزل الرحمه في القلوب وتعطيني ما نتمنى وتنجحني في المستقبل. العراس تقني في الحضرات، تقني في الزاويه ملي كانوا يخدموا. كي شفتها كيما تاثرت انا به ندخل نقني انا ثاني المدائح كيما ماما. في نفس الوقت عندي ثلاث فرق، عندي فرقه تاع المدائح في عين ماضي وزوج فرق في الاقواط، وحده تاع راي وحده تاع عصري. نجم نقني عصري راي مدائح دينية، نجم نغني حتى أغاني بوب مارلي. Thank you.
عين ماضي ندير القنبوز خطاش نتبع التقاليد تاع عين ماضي. القنبوز هو الحايك، اما في الاقوار ما نديش القنبوز خطاش كون ندير القنبوز ما تحقق لي حتى امنيه. لازم نشوف الحاجه اللي تساعدني انا، لازم نحقق المستقبل نتاعي. اذا تميت ندير القنبوز ما نخرجش من طول، ما نحقق لا امنيه للمستقبل، وهذه ما تساعدنيش في حياتي. كذا نروح نجي للقوات، نروح لحباباتي ونروح للجروب تاعي نديرو البيتيسيون باش نحضروا العرس في الصيف، خاطرش كي يجوا العرس في الصيف يعرضونا بزاف باش نخدموا على رواحنا. لازم نحضروا رواحنا باش نديروا مجهودنا ونخدموا زين. كاش اي اليوم راني راح اكثر من العرس خير ان شاء الله. كنت عارف انتي فرحك تفرحي لي، انا راح نسجل في الاذاعه. اي مبروك عليك. الله يبارك فيك. مالا صاي القنبوز؟ خلاص درك القنبوز في عين ماضي، درك راني في الاقوال. تفصل راكي لي تفرجي وتخبي كيما تحبي. خلاص درك. اي مبروك عليك عماريه. الله يبارك فيك. يا اخي يقولوا الغنى حرام. يا اخي الاسلام دين ودنيا، واش هي حرام؟ يقولون بان انا في التلفزيون سجل في الاذاعه تقول لي حرام، يا خلينا. فطينا من الهضره هذه، سمعينا صوتك شويه، غنينا شويه هذيك القنيه اختي. وتجانين اختي مكلت الضو يقطب الصلاح نشفك حالي، وتجانين اختي مكلت الضو ويقطب الصلاح نشفك حالي. يا نذمم للغير وانا في الاخطار واختي من السلطان ما يبقى تالي، نذمم للغير نذمم للغير وانا في الاخطار واختي من السلطان ما يبقى تالي. يا مني في حياتي باش نعيش فنانة كبيرة، نبان في التلفزيون يسجلوني في الإذاعة ونسجل دي كاسيت، وهذه الأمنية نتاعي وإن شاء الله نتمنى تتحقق. مانجمش نقعد في بلاصه واحده، كون نقعد في عام ماضي نتقلق، لازم نخرج نشوف البلاد اللي فيها الموفمون.
باش نزيد نتفتح، ما نقعدش قاع في الظلمه، لازم نشوف الناس واش راه تدير واش راه تشوف. كيما قال الشاعر، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. بالصح نروح 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 لاي بلاصه، لدكار، لوهران، الجزائر العاصمه، الغردايه، بصح نرجع قلعه الماضي خاطرش ما نجمش نصبر عليها.